السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم طلاب مدرسة نور المعرف الإسلامية الخاصة. معكم مدرسة التربية الدينية الإسلامية الأستاذة روجر محمد. سنتحدث اليوم بإذن الله عن درس الإيمان باليوم الآخر. اليوم الآخر هو يوم القيامة. اليوم الآخر هو يوم القيامة. المسلم يعيش في الدنيا ويعلم أنها مرحلة في الطريق يزرع فيها أعماله سواء كانت صالحة أم فاسدة، ثم تنتهي حياته الدنيا بالموت، ثم تنتهي حياته الدنيا بالموت ليبدأ حياة جديدة في الآخرة يحاسب فيها على أعماله، فيدخل الجنة إن كان عمله خيرا ويدخل النار إن كان عمله شرا. المسلم يعيش في الدنيا ويعلم أنها عبارة عن مرحلة في الطريق يقوم فيها بزرع جميع أعماله، يقوم بالأعمال الصالحة أو بالأعمال الفاسدة، ثم تنتهي حياته في الدنيا بالموت، تنتهي حياته الدنيا بالإيه؟ بالموت، لكي يبدأ حياة جديدة في الآخرة، ثم يحاسب فيها في الآخرة على أعماله، فإن كان من الصالحين يدخل الجنة، وإن كان من الفاسدين يدخل النار. كيف يحيي الله الموتى؟ حدث حديث بين سيدنا إبراهيم والله سبحانه وتعالى. طلب سيدنا إبراهيم من الله أن يعرف كيف يحيي الله الموتى. طلب الله من سيدنا إبراهيم أن يأتي بأربع من الطيور، ثم يقوم بتقطيعهن ويخلط هذه القطع مع بعضها البعض، بحيث لا يستطيع سيدنا إبراهيم التمييز والتفريق بين هذه القطع، ثم يقوم بجعل هذه الأجزاء المبعثرة على كل جبل. طلب الله من سيدنا إبراهيم أن يقف في مكان ما بين هذه الجبال وينادي على أجزاء الطيور المبعثرة، فبالفعل قام سيدنا إبراهيم بذلك، فإذا بالطير تأتي إلى سيدنا إبراهيم. في هذه اللحظة أدرك وأيقن سيدنا إبراهيم أن الله سبحانه وتعالى أمده بآية لكي تكون دليل ليقطع ألسنة الجاحدين الذين يشكون أن هناك حياة بعد الموت. ما واجبنا نحو اليوم الآخر؟ أن نؤمن به وبأنه حق وفيه يكون البعث والحساب والثواب والعقاب. يبقى واجب أي مسلم أن يؤمن باليوم الآخر ويعلم أنه حق وفيه يكون فيه البعث والحساب والثواب والعقاب والجنة والنار. بعض الأسئلة الواردة على الدرس أكمل. اليوم الآخر هو يوم إيه؟ احنا قلنا اليوم الآخر هو يوم إيه؟ القيامة. تنتهي حياة الإنسان بالإيه؟ إزاي بتنتهي حياة الإنسان؟ بالموت. طيب ليبدأ حياة جديدة، الحياة الجديدة دي هي إيه؟ البعث. في الآخرة يحاسب الله نقاط على أعمالهم. يا ترى ربنا سبحانه وتعالى بيحاسب مين على أعمالهم؟ الناس. فيدخل مين الجنة؟ مين اللي بيدخل الجنة؟ المؤمنين. ويدخل الكافرين الإيه؟ النار. نقط إحياء الله الموتى يوم القيامة. إيه هو إحياء الله الموتى يوم القيامة؟ البعث. تمام. أتمنى إن الدرس يكون أفادكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.